بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الحدث الذي نتابع ونستعرض من خلاله أبرز وأهم الأحداث على الساحة المحلية التي سنتابعها بالحوار والنقاش هنا في استوديو الحدث، وكذلك مجموعة من الأخبار والأحداث على الساحة العربية والعالمية. اليوم ستكون معنا حوار شيق بإذن الله حول مجموعة من المحاور والأحداث التي جرت، وبطبيعة الحال الحدث الأبرز الذي تم بالأمس هو كأس حضرة صاحب جلالة أو سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية الذي قيم بالأمس في ولاية الصحار، وبالتالي سنكون معنا ضيوف المتوجين بالمراكز الأولى في هذا السباق، وأيضا ضيوف آخرين توشحوا بالذهب بالأمس أو خلال الفترة الماضية. سيكون معنا أيضا البطل العالمي أحمد الحارثي الذي توج ببطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل، حوار سيكون على مدار ساعة إن شاء الله حتى الساعة الرابعة مع أصحاب الذهب بإذن الله. إذن مشاهدين الكرام، بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب جلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حافظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية والذي أقيم للمرة الأولى بولاية صحار بحضور أصحاب السمو والمعالي الوزراء والسعادة، ونجح الحصان ميسور في خطف كأس جلالته في الشوط الخامس والأخير من السباق الذي شهد إقامة 5 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، فيما خطفت فاطمة المنجية المركز الأول في شوط الفارسات. سنتابع إياكم هذا التقرير ولنا عودة لبدء الحوار. بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية والذي احتضنته ولاية صحار بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمشايخ وجمع من المواطنين وعشاق رياضة الفروسية. هذا الاحتفال يعكس ما بذله صاحب الجلالة من جهد للارتقاء بالفروسية في السلطنة، والكل عماني يعتز بهذا الجانب، وقد أثبتت الخيالة السلطانية تفوقها في هذا المجال ليس على الصعيد المحلي وحسب، وإنما على الصعيد العالمي. فتحت على بركة الله تعالى سباق سجل عودة الحصان ميسور من أوسع الأبواب لتعود معه قلوب وأفئدة عشاقه ومحبيه، كيف لا وهو صانع الإنجازات خارج الحدود، يعود من بوابة أغلى الكؤوس كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وسط هتاف وتشجيع جماهيره ومتابعيه الذين ازدانت بهم مدرجات ميدان سباقات الخيل بولاية صحار، وليكون بالتخصص الفارس أنس بن سالم السيابي من نال شرف أن يمتطيه ويسجل اسمه في سجلات الفوز بالكأس الغالية. ميسور وأنس السيابي على المركز الأول. الواحد لازم ما يستهين بالخيل المنافسة، الخيل المنافسة كانت قوية، وأيضا كان أي واحد لازم يعمل 1000 حساب، وهذه منافسة ونحن متعودين ترانا كل موسم إنه يعني نحن نتسابق في سباق كلاسيك نسميه مثل هذا اليوم، والحمد لله الشيء اللي يعني يفرحنا ويفرح جميع الناس إنه عودة ميسور، هو أثبت إنه بطل، بس ميسور ما هو عطى هذا 70% من أدائه بس بعده ما كامل يعني، لكن الحمد لله مثل ما شفنا رجع ميسور ونحن كلنا مبسوطين بعودته. عودة هذا البطل ميسور عودة مفرحة الحمد لله رب العالمين، من بعد غياب طويل ومن بعد الظروف اللي صابت الحصان، والحمد لله رب العالمين ثبتنا انه حصان بطل ومستعد انه يواجه سباقات ثانيه ان شاء الله، وسنرى وين مسيرته الثانيه ان شاء الله. هذا شرف كبير لي انا وجميع الطاقم، والحمد لله كخيال السلطانيه العمانيه اهديه الفوز للجميع ان شاء الله. باقي الاشواط امتاع للحضور ومنافسه بين الفرسان، جعل من امسيه هذا السباق عيدا اخر في خضم احتفال السلطنة بالعيد الوطني 47 المجيد، فسجل الحصان باكير دي فلونزي اسمه ضمن من حظي بشرف الفوز بكؤوس هذا السباق الغالي حين خطف جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر لمالكه صاحب السمو السيد طارق بن محمد آل سعيد والفارس عيسى بن محمد البلوشي.
ويلهب الحصان لهيب المدرجات حين تمكن وفي الأمتار الأخيرة من حسم لقب شوط صيح المحاسن لمسافة الميل والمخصص للخيول العربية الأصيلة، حيث امتطاه الفارس أنس بن سالم السيابي ومالكه الخيال السلطانية. ولم يخيب المهر روض الثلاث سنوات مالكه الخيال السلطانية ومع أول مشاركة له في السلطنة حين انتزع لقب شوط الأمهر للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1100 متر بقيادة الفارس أدري ديفري. أما الشوط المخصص للفارسات ولمسافة 1100 متر فقد حسمه الحصان ديجنت للخيال السلطانية والفارسة فاطمة بنت راشد المنجية. بين أشواط السباق تابع الحضور استعراضات موسيقية متنوعة وعروضا للأطفال على الخيول الصغيرة المعروفة بالبوني، واستعراضا لركض عرضة الخيل الرباعي لتحين لحظة الحصاد والتكريم، حيث قام صاحب السمو والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بتكريم الفرسان الفائزين بكؤوس جلالة السلطان المعظم لهذا السباق السنوي. لبرنامج الحدث عبد الله بن عامر الويهي من ميدان سباقات الخيل بولاية صحار محافظة شمال الباطنة. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. اذا تابعنا وياكم تفاصيل ما جرى بالامس في السباق الخيل السنوي للخيال السلطاني والذي قيم لاول مره في مدينه صحار، وبالتالي سعدنا في هذه اللحظات نرحب بضيوف حلقتنا لهذا اليوم ابطال السباق الذي جرى بالامس. البدايه مع الفارسه فاطمه بن راشد المنجيه الحاصله على المركز الاول في سباق الفارسات. اهلا وسهلا بك فاطمه، حياك الله، وايضا نبارك لك الفوز بالمركز الاول. تسلم، شكرا. تستاهل. وايضا نرحب بالفارس انس بن سالم السيابي الحاصل على كاس جلالته الفروسيه، حياك الله انس. الله يحييك، مبروك ايضا على التتويج. الله يبارك فيك. انت يعني خلاص امر اصبح بالنسبه لكم امر معتاد، ولكن الشعور مختلف بطبيعه الحال بحكم ان الفوز بالسباق السنوي البطوله يعني تحمل اسم غالي، وبالتالي شعور مختلف بالنسبه لكم. ابدا معك فاطمه في الحديث حول ما جرى بالامس، حثينا عن شعورك قبل كل حاجة يعني التتويج بسباق الفارسات. أكيد شعور فرحان بهذا التتويج، يعني تقريبا كنت حاطة نسبة في بالي إن شاء الله راح أسويها هذه المرة المرة الثالثة، والحمد لله كان من حالفي، يعني الحظ كان جنبي يعني، والحمد لله أديت والحصان فاز. جميل. يعني الحصان رنجت كان اسمه؟ ديجنت. ديجنت. أيوه. الحصان ديجنت ها بالنسبة لفاطمة، ولكن الحصان بالنسبة لأنس حصان أصبح يعني يتعدى مرحلة كبيرة من الشهرة. الحصان ميسور أي شخص يسمع فيه حاليا يتابع السباق مجبور عشان يتابع ميسور، إيش قرب بالنسبة له؟ إيش كان بالنسبة لك مع ميسور عودته للسلطنة؟ والله الحمد لله هذا يعني شرف كبير لعودة الحصان ميسور من بعد يعني مشوار طويل واللي وجرى معه الحصان، والحمد لله رب العالمين أثبت أن الحصان بطل ومهما يعني الأمور تجاه الحصان فالحمد لله رب العالمين أثبت نفسه أن حصان بطل وقادر يعني يواجه سباقات كبيرة. جميل. أريد أسألك حول ميسور أيضا، يعني ميسور يمكن انتقل لمرحلة كبيرة، والحين حتى الحضور بالأمس حتى المتابعين اللي تابعوا على شاشة التلفزيون كان ينتظروا ميسور، وبالتالي كيف شعورك أنت أن تقود حصان إلى مرحلة كبيرة، حصان بطل يصح التعبير؟ والله هي مثل سباق أمس كان مثل يعني كان سباق كبير وغالي علينا هذا السباق، ويعني سباق يعني منتقل الحصان من مضمار جديد عليه، صحيح. فكان نوعا ما يعني لازم نشوف المكان ونشوف المضمار، فالحصان يعني بأي أريحية في المضمار وأدى الشغل اللي مثل ما كان أطلبه من الحصان، فهذا أنا سعيد فيها الشيء. جميل. وهذا أكيد يعني علاقة دائما تكون كبيرة ما بين الحصان وما بين الفارس أيضا، هذه أمور خاصة فيكم طبعا وتشتغل عليها بشكل كبير. فاطمة، المشاركة بحد ذاتها في سباق مثل هذا إيش مثلكم بالنسبة لكم، خاصة أن تعملوا على مدار السنة وتستعدوا أيضا حتى تشاركوا في سباقات أخرى، ولكن يعني أعتقد شرف كبير أيضا المشاركة في مثل هذه السباقات. أنا بمجرد مشاركتي في هذا الشوط أنا جدا فخورة وجدا يعني سعيدة ومبسوطة أني فزت، فبحد ذاتها المشاركة تكفي يعني،
الواحد يكون او الوحده تكون فخوره بهذا الشيء. صحيح. كل وحده تطمح انها توصل لهذا المستوى. وانت شاركتي سابقا في تقريبا هذه المره الثالثه اللي تفوزي فيها. هي المره الثالثه، اول مره فزت فيها كانت في 2008 وثاني مره 2010 وثالث مره 2017. يمكن فتره طويله اختفيت، سبع سنوات. أيوة. تقريبا يعني انقطعت تقريبا سنتين بس رجعت. يعني كانت عندي دورة من العمل بس خارج العمل ورجعت الحمد لله. لكن العودة موفقة ما شاء الله. الحمد لله. الفوز بهذه البطولة. الحين نجي على الحصان ميسور أيضا، بنبقى حول هذا الموضوع. الجميع تابع الحصان ميسور وتفوق الكبير ما شاء الله، والفوز في آخر شوط الشوط الخامس هو كان الحاسم، ولكن واجه ظروف طبعا حصان ميسور، يمكن البعض كان ما يعرفه وحتى هو يتابع على شاشة التلفزيون. نعم والله الحصان هو واجه ظروف، ظروف يعني صراحة. الحصان كان مفروض إنه يشارك في سباق لتجهيز، من بعد الحصان صاب يعني بزكام حاد وابتعد عن السباقات من فترة طويلة، فالحمد لله رب العالمين لا زال إن الحصان شارك بالمشاركة هي بالأمس ما شاء الله، وإن الحصان لا زال يعني ما كان على جهوزية تامة. أيوة. من ناحية الشيء اللي صار فيه، والحمد لله رب العالمين الحصان أثبت أنه هو قادر على هذا الشيء. جميل. وأنه بطل الحمد لله رب العالمين. صحيح، يعني الحصان أيضا يحتاج إلى فارس يكون يعني بقد الحصان الموجود. أنس ما شاء الله يعني نعرف تاريخك الواسع في سباقات الخيل، تتويج دائم يعني على منصات تتويج، سواء كان في سباق الخيل الأهلية وحتى على مستوى كاس صاحب جلاله، وبالتالي صعود أنس إلى منصات تتويج، إيش كان بالأمس؟ هل كان مختلف شعور ولا يعني أمر معتاد بالنسبة لك؟ والله أمس مختلف كبير، أمس على يعني سباق على كاس كبير وكاس غالي علينا، فهذا يعني شيء كبير بالنسبة لنا. صحيح. كيف بالنسبة لك كانت صحار أول مرة يقام علي السباق؟ والله كان صراحة يعني مضمار ممتاز ومهرجان طيب صراحة، يعني في الحمد لله الجميع سعيد في هذا المضمار. جميل. المخرج محضر لك حاجة. نريد نشوف الشوط الأخير اللي كان بالنسبة لك مع الصوت طبيعي بالنسبة للمعلق. نعرف أن في بعض المعلقين ما شاء الله يعني يأسرك وانت تتابع كذا، حطك شغف ومتابعة كبيرة للشاشة، فخلنا نتابع وياك. يمكن أنت ما تابعت بالأمس نفسك، ولكن خلنا نتابع الشوط الأخير من سباق أنس وفوز الحصان ميسور بالمركز الأول. إذن كانت بعض اللقطات الجميلة لسباق الأمس. أنس كيف كان متابعتك؟ نعرف أن على الميدان شيء ومتابعتك على الشاشة شيء آخر. والله أنت في هذاك الوقت أنت يعني ما تنظر لشيء ثاني. أنت عندك شغلة مهمة لازم أنك تأديها كفارس في المضمار، والناس تحط لك أشياء ثانية. صحيح. تحط صحيح. لك أشياء ثانية وأنت ما تدري فيها، فهذا
محبين للجمهور، محب يعني في هذا الشيء، وكديوك كفارس وكخيل من اي ناحيه في اللقطات في المضمار. جميل، وهذا هذه اللقطات سهله بحكم انك بطل. نعم، وهذا شيء يسعدني كثير صراحه. اكيد. فاطمه، ايضا سؤال، الاهتمام الان بالمراه ومشاركتها في مثل هذه السباقات تخصيص شوط الفارسات، ايش مثلكم بالنسبه لكم انتم كعنصر نسائي ايضا؟ والله نحن سنه ورا سنه يعني العدد فيه تزايد، ما شاء الله عليهم، يعني البنات يتطوروا في السباقات، يتطوروا في ركوب الخيل. فكتخ يعني خصصوا سباق للفارسات، هذا يعني حافز كبير لنا نحن وللبنات. صحيح. فان شاء الله في اسماء راح تبرز ان شاء الله في المستقبل. جميل، وانتم ما شاء الله ماشيين في هذا الركب. انس، بالنسبه لك الفوز هذا اكيد راح يكون له توابع ان شاء الله مستقبلا، ايش طموحك ان شاء الله المستقبلي خاصه بعد الفوز تقريبا بكل الالقاب المحليه، صح تعبير؟ ان شاء الله، والله نتابع نواصل مسيرتنا ان شاء الله تعالى مع هذا الحصان ميسور، فنعمل له برنامج مع المدرب وطاقم الجميع، طاقم ان شاء الله، ومع العميد اول عبد الرزاق ان شاء الله، فنشوف نعمل شيء مناسب للحصان، وان شاء الله بتكون رحله سعيده مع الحصان. جميل. انس هو اللي يقود ميسور ولا ميسور يعني اللي يخدم انس؟ من يخدم ثاني اكثر؟ ولا العلاقه متكامله بين العلاقه طبعا. متكامله الحمد لله، العلاقه متكامله. نعم، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. انس، فاطمه، ايضا سباقات القادمة هل هناك مشاركات بالنسبة لك إن شاء الله راح تكون مستقبلا؟ إن شاء الله بإذن الله راح تكون مشاركات داخلية وإن شاء الله دولية كالعادة يعني المعتادة. إن شاء الله، إحنا كل التوفيق نتمنى لكم، فاطمة كفارسة وأيضا أنس كفارس، وأيضا مع الخيل ميسور اللي مشرفنا دائما في كل المشاركات، وأنتم أيضا تقدموا الشيء الكبير في هذا العالم، عالم سباقات الخيل. نعرف أنه يحتاج ممارسات بشكل يومي، وبالتالي هذه الرياضة مشرفين فيها كنتائج التي تحقق سواء كان محليا وحتى خارجيا. شكرا لك فاطمة على حضورك، وأيضا مبروك على التتويج مرة أخرى، وموفق إن شاء الله في مشوارك القادم. تسلم الأخ السعيد، والله يبارك فيك. مشكور. شكرا لك، يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا لك أنس، موفق إن شاء الله في مشوارك، ويعطيك العافية إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. إذا كان حديثنا مشاهدينا الكرام مع الفارس فاطمة وكذلك فارس أنس في الحديث حول سباق الخيل السنوي للخيل السلطانية والذي جرى بالأمس هنالك في صحار. سنتوقف وياكم مع فاصل قصير، وبعد الفاصل لنا عودة ولا تذهبوا بعيدا، في البطل أحمد الحارثي سيكون معنا في استوديو الحدث.
جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. سننتقل بكم الآن إلى مجموعة من الأخبار المحلية وإلى دورينا، حيث أكد السويق صدارته مع نهاية القسم الأول من دوري عمان تل بفوزه على صحار بثلاث أهداف لهدفين، فيما وصل الشباب ملحقته للمتصدر بعد انتصاره على نادي عمان بهدف نظيف، وحافظ النصر على مركزه في سلم الترتيب بتغلبه على صحم، في حين لم يتغير الحال لبعض الفرق بعد انتهاء الجولة 13. انقضى نصف سباق ماراثون دوري عمان تل لكرة القدم بإقامة الجولة 13، جولة بقي الحال عليها كما في السابق. شعاع الشمس السويق متربعا على قمة ترتيب الدوري منذ البدايات، عازفا أجمل الألحان أمام جمهوره العاشق، ومؤكدا على جاهزيته للمنافسة على جميع الألقاب لهذا الموسم، مواصلا نتائجه الإيجابية في الدوري بفوزه على الصحار في قمة جماهيرية كبيرة حضرت الرغبة منذ البداية، لينهيها بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين ليواصل حصد النقاط التي وصلت إلى 34 نقطة، فيما واصل وصيف الدوري في الموسم الماضي نادي الشباب مطاردته للمتصدر بفوزه على نادي عمان بهدف نظيف. وزاد النصر من جراح صحام بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين ليستمر على مركزه الثالث في الترتيب، وعلى مجمع صور الرياضي نجح العروبة من تحقيق الانتصار من أمام ضيفه نادي مسقط، بينما قضت الدقائق الأخيرة على أمال النهضة من خطف النقاط الثلاث من فنجا بعد أن سجل مدافعيه هدفا بالخطأ في مرمى الفريق لتخرج نقاط المباراة مناصفة بين الفريقين، فيما وصل حامل اللقب الموسم الماضي نادي ظفار الغموض والانكسار بهزيمته أمام المضيب بهدف دون رد، جاعلا مشجعي الزعيم في حالة دهشة وتعجب بحلوله في المركز الحادي عشر، بينما ترك مرباط المركز الأخير في قائمة الترتيب للسلام بفوزه عليه بهدفين لهدف، لتنتهي قصة الدور الأول بتفاصيلها المختلفة في انتظار بداية قصة جديدة من الدور الثاني من عمر دورينا. رعى معالي الشيخ سعد بن محمد بن مرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية في الساعة 9 من صباح اليوم حفل التوقيع على اتفاقيتين استثماريتين لنادي صور مع عدد من المستثمرين لاستغلال أرضية النادي، والتي تقدر بمساحة إجمالية بلغت 17600 متر مربع، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة بندر صور المتكاملة ببناء مركز تجاري لشركة نيستو العالمية على مساحة 12000 متر مربع، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع مستثمر محلي من ولاية صور لبناء عدد من المحلات التجارية على مساحة 3600 متر مربع، وستعمل هذه الاستثمارات على زيادة الدخل المادي للنادي بنسبة 130%، يذكر أن الدخل الحالي للنادي يبلغ 140000 ريال سنويا، وسترتفع إلى 325000 ريال سنويا بحلول عام 2019. يترقب عشاق المستديرة على الساحة الآسيوية نتائج حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يقام في العاصمة التايلندية بانكوك تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد كبير من قيادات كرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية. ومن جانبه وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على إقامة حفل توزيع الجوائز السنوي لعام 2018 في العاصمة العمانية مسقط. إذن سننتقل وإياكم أيضا إلى خبر آخر محلي بطبيعة الحال، وهذه المرة سننتقل إلى سباقات عمان للبحار، حيث يستعد فريق قارب الطيران العماني لختام موسم سلسلة الإكستريم الشراعية للعام الحالي في جولة أخيرة وحاسمة تقام بدءا من الغد في مدينة لوس كابوس بالمكسيك، وأصبح لدى الفريق مقدار عالي من الثقة في قدرته على إدارة المواقف، فبعد سبع جولات خلال العام سحب كفة الميزان لصالحه، لا سيما وأن نقاط الجولة الأخيرة ستكون مضاعفة وتزيد من فرص التعويض والصدارة، ولكنها في الوقت نفسه تشكل خطرا على مركزه الثاني الذي يشغله حاليا متقدما على فريق إلينكي السويسري.
إذن سنعود إياكم مشاهدينا الكرام للحديث حول جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقام مساء اليوم في العاصمة تايلاندية بانكوك. لمعرفة مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل حسين العمير موفد قناة عمان الرياضية لهنالك. أهلا وسهلا بك حسين. أهلا وسهلا فيك، نرحب فيك. في البداية حسين، حدثنا عن أبرز الأحداث والفعاليات التي حدثت إلى الآن في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. نعم طبعا سعيد، يعني ما زلنا بانتظار الآن بعد قليل انطلاقة الحفل رسميا، كان مفترض أن يبدأ قبل دقائق من الآن، لكن يبدو أن تأخر وصول أيضا بعض الشخصيات إلى مكان الحفل. ربما خلال دقائق انطلق الحفل، وصل طبعا عدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية وكذلك رئيس الاتحاد الدولي جانو إنفانتينو إلى مكان الحفل، وكذلك عدد كبير جدا من ممثلي وسائل الإعلام على المستوى الآسيوي، وفي الحقيقة حضور رسمي كبير جدا، كذلك بتواجد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم فهد سعيد الوهيبي، وكذلك الأمين أكثر العام والفاضل سعيد عثمان، وكذلك مستشار الاتحاد الآسيوي فهد الرئيس. جميل. بالإضافة إلى ذلك طبعا الحدث الأبرز هو كان الإعلان رسميا عن استضافة السلطنة للحفل القادم، وهي التظاهرة الأكبر بالنسبة للاتحاد الآسيوي. جميل. يمكن حسين تسبقني في الحديث العام القادم بإذن الله. جميل. الذي تحتضنه مسقط، يتم الإعلان رسميا طبعا عن ذلك. وطبعا كان ذلك بالإجماع تم اختيار السلطنة لتنظيم هذا الحفل في النسخة القادمة بمشيئة الله تعالى. جميل. أنا أريد أسألك أيضا حول ردود الأفعال سواء كان من قبل الموجودين هناك أو حتى من الاتحاد العماني في مسألة هذا الاختيار. أكيد ستوجه كل الأنظار نحو العاصمة العمانية مسقط في العام القادم. نعم بالفعل، ما في شك أن هذا أكبر تجمع للاتحاد الآسيوي طبعا في سنويا، واختيار السلطنة في الحقيقة ما في شك أن الجميع يعلم أيضا بأن الحضور العماني على المستوى القاري وحتى في كذلك حتى على المستوى الاتحاد الدولي هو صوت مسموع وبقوة في الحقيقة، يعني كلمة حق يجب أن تقال. وكذلك أيضا تم الاختيار يعني بالإجماع بين جميع الأعضاء، وذكر طبعا رئيس الاتحاد الدولي خلال حديثه معنا بأن هذا يعني هذا هو الحفل الأكبر بالنسبة للاتحاد القاري، واختيار السلطنة لاستضافة هذا الحفل لم يأتي من فراغ، وإنما نتاج يعني السمعة المميزة للسلطنة في الحقيقة على المستوى على كل المستويات، والجميع ينتظر. حتى الكثير من الزملاء ممثلي وسائل الإعلام الخليجية ذكروا ذلك وقالوا بأننا سننتظر بالتأكيد حفل مميز في السلطنة في الفترة القادمة باعتبار التنظيم المميز دائما في كل الفعاليات والأحداث بالنسبة للسلطنة. أعتقد أن هذا الملف أيضا يتم استثماره بشكل إيجابي جدا من جانب الجهات المعنية بهذا الموضوع في السلطنة، وسيبدأ التحضير إن شاء الله يعني حسب ما ذكر الإخوان في الاتحاد الكرة إن شاء الله منذ الآن لإخراج الحفل بالشكل المميز وبتعاون جميع الجهات في نفس السلطنة. جميل. شكرا لك حسين العميري بوفق قناة عمان الرياضية. طبعا سيد خلينا بس العفو على عقالك شكرا لجائزة أفضل لاعب ما يهمنا هو. نعم على عقالك على عقالك نعم عمر عبد الرحمن وعمر خريبين، وكذلك ما اسمهم الكور الجنوبي وولي، وسيتم الإعلام بعد قليل إن شاء الله، وإذا كان في مجال أيضا إن شاء الله برسل الخبر مباشرة للزميل حسن الدوش اللي موافق الأثناء في برنامج الحدث إن شاء الله لمعرفة اللاعب أو الجوائز إجمالا التي سيتم توزيعها إن شاء الله في هذا الحدث. كلمة أخيرة فقط فيما يتعلق أيضا بأمين عام الاتحاد الآسيوي الكوري، طبعا ذكر لي بأنه أشار كثيرا بمستوى الحكام العمانيين في الآونة الأخيرة، وذكر بالاسم كذلك الكابتن أحمد الكاف، وقال بأنه من أبرز المرشحين للتواجد في الفترة القادمة ضمن أقوى المنافسات الكروية العالمية، وهذا كلام في الحقيقة يدعو للتفاؤل،
وقال من أكثر الاتحادات التي تفرخ أيضا إن صح التعبير تنتج في الفترة الأخيرة حكام مميزين، وهذا أعتقد أيضا كلام يدعو للتفاؤل في الفترة القادمة. جميل، شكرا لك. أتمنى التوفيق للجميع، وسينطلق الحفل بعد لحظات بإذن الله. كل التوفيق لك أيضا في هذه التغطية. شكرا لك حسين العميري وفي قناة عمر الرياضية في هذا الحدث على سوي. ننتقل وياكم إلى خبر آخر، حيث احتفلت شرطة عمان السلطانية بختام البطولة السنوية لكرة السلة لعام 2017 والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك بتتويج المهام الخاصة بكأس البطولة تحت رعاية العميد طبيب عبد الملك بن سليمان الخروسي مدير عام الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية. فاز فريق المهام الخاصة ببطولة شرطة عمان السلطانية لكرة السلة لعام 2017 بعد تغلبه على فريق القيادة العامة للشرطة ب 67 نقطة مقابل 44 نقطة. الحمد لله وتوفيقه، كانت المباراة قوية وأثبتت جدارتها وكان المستوى على المستوى المطلوب، ونتمنى للشباب دائما التوفيق والنجاح واكتساب مزيد من المهارات. حصلنا على المركز الأول بجدارة واستحقاق، لأن استعدادنا كان طيب والجهاز الإداري والفني ما قصروا معنا. القيادة العامة للشرطة وصيف في هذه البطولة. والله كنا نطمح لهذا اللقب، ودائما مثل ما يقولوا النجاح للأبرز، والحمد لله قدمنا أداء طيب، ونشكر المدربين والطاقم التدريبي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله أول مشاركة كانت لنا في هذه البطولة، نشكر الله على هذا المركز الثالث. الحمد لله مجهود الشباب جزاهم الله الخير، نعتبر المركز الأول أول مشاركة هذا كانت. أقيمت المباراة النهائية في الصالة الرياضية المغلقة بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب. صالة أولمبية مجهزة لخمس لعبات، وهي الطائرة والسلة واليد وخماسيات كرة القدم والريشة، وتعد واحدة من المرافق الرياضية الحديثة في شرطة عمان السلطانية. وفي الختام كرم العميد طبيب الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في البطولة، حيث جاءت وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية السويق في المركز الثالث، فيما حلت القيادة العامة للشرطة ثانياً، ليتوج بعد ذلك العميد طبيب قيادة شرطة المهام الخاصة بكأس البطولة. المهام الخاصة بطلا للبطولة، ويبقى التركيز والانضباط واكتساب المهارات الحركية والتنسيقية والنمو العقلي أبرز ما ستعود به هذه البطولة لمنتسب الشرطة. سيف بن راشد الشهومي من الصالة الرياضية المغلقة بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب محافظة مسقط. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا الحوار بدا قبل ترحيب حتى بالضيف، نرحب بكم مشاهدينا الكرام. في العاصمه الفرنسيه باريس استلم نجم سباقات السيارات وسائق فريق عمان لسباقات السيارات البطل احمد الحارثي جائزه المركز الاول لبطوله بلانك بان الاوروبيه للتحمل فئه برو ام، وذلك في الحفل السنوي الذي اقيم لتتويج ابطال ابرز البطولات العالميه في رياضه المحركات على مستوى العالم. ونظم هذا الحفل بحضور عدد كبير من مشاهير رياضه السيارات ونجوم رياضات السرعه على مستوى العالم، والذي بث لعدة قنوات رياضية عالمية ووسط تغطية وسائل الإعلام المختلفة من عدة دول ووكالات عالمية، وبضيافة عدد من مدعوين المشاهير جاء متزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 47، وكذلك إكمال متسابقنا أحمد الحارثي لعشرة أعوام من المشاركات في بطولات رياضة السيارات بمختلف أنواعها. إذن نرحب وإياكم مشاهدين الكرام بالبطل العماني العالمي الكابتن احمد الحارثي. اهلا وسهلا بك احمد. اهلا وسهلا، حياك الله، سعيد بوجودك للامانه معنا اليوم، واعتقد اضافه كبيره لبرنامج الحاله تواجد بطل عالمي الحين، خلاص انتقلنا لمرحله اخرى، بطل عالمي بحجم احمد الحارثي. الحمد لله، نحن دائما سعداء جدا بوجودنا معاكم، وخاصه في ارض الوطن. وفي البدايه احب اهدي هذا الانجاز والفوز الى المقام السامي حضره صاحب الجلاله سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورعاه، ولجميع الشعب العماني بكل صراحه وقوفهم معنا في هالبرنامج من ما بدينا كاول سائق عماني في سباقات الحلبات مثل ما ذكرت قبل 10 سنوات، والحين فزنا في بطوله بلانك بان الاوروبيه في فئه البرو ام مع الفرق كاول فريق عربي فريق خليجي فريق عماني.
مع سيارة أستون مارتن وفريق عمان للسيارات، وأيضا من ناحية السائقين كسائق أنا وزميلي سكوتلندي جوني آدم فزنا بالبطولة، فهذا الحمد لله إنجاز كبير و للحين الحمد لله تحس لا واضح الفرحة ما شاء الله. أكيد أنا أعطيتك فرصة للتعبير أن الفرحة ما شاء الله واضحة معك وثري تعبر، لأن أنا قبل حتى انطلاق الموسم بالنسبة لك أنا أذكر تقابلنا هنا في برنامج الحلبة كنا نتحدث عن الموسم وانتقالك ورحيلك إلى حلبة موزة الإيطالية. نعم. حلم كبير بالنسبة لك أحمد وتحقق في هذا الموسم، هذا الحلم الحين ترى على أرض الواقع. أكيد لما بدينا البرنامج كان تدشين برنامجنا في 2017 مختلف من السنوات الماضية، التدشين كان مع سيارة السباق في أرض السلطنة مثل ما تعرفوا. صحيح. سيارة السباق مع الفريق في بريطانيا وأوروبا، بس في بداية 2017 مع احتفالاتنا بمرور 10 سنوات وتحت رعاية صاحب سمو سيد هيثم، حفلة التتويج كان حفلة البرنامج 2017 التدشين كان في مسقط، والحمد لله لما تكلمنا عن برنامجنا وايضا عن مشواري وخاصه ليش يعني كان في تغيير بسيط للفريق ايضا من خلف الكواليس. صحيح. تكلمنا ان كان عندنا السرعه والحمد لله هاي السرعه تحسن واجد في 2017 ايضا مع الفريق الفني كان اقوى من شركه استون مارتن، وايضا وجودهم معنا في كل سباق مثل ما ذكرت كان أول سباق في حلبة مونزا الإيطالية. صحيح. المعروفة كأسرع حلبة من أسرع حلبات العالم، وبدينا توقت عليها الحمد لله أمر تاريخي كان أول يعني أول جولة لنا في السباق 3 ساعات، وكان أول فوز لنا في سباقات بلانكبان، ومثل ما شفته يعني الحمد لله كان لأول مرة سلامة سلطاني في حلبة فورمولا 1 خارج في أوروبا لأول مرة، وكان هذا شيء بالفخر طبعاً. ما بننسى أبدا كسائق كفريق كمشجعين اللي كانوا معانا، وأيضا الحمد لله انتقلنا لعدة سباقات بعد مونزا في طرق قوية. يعني الحمد لله أنا أريد بقيك على مسألة الحلبات وراح نتحدث إن شاء الله حولها، لكن أريدك توصف لي الليلة اللي حصلت هناك في العاصمة الفرنسية باريس، وجود بطل عربي عالمي هنالك للتتويج في هذا الحفل، حفل ضخم طبعا، يمكن اللي ما تابع أو اللي ما عرف عن الموضوع يمكن يقلل من الأمر، لكن حدث عالمي ضخم جدا يتواجد فيه بطل عماني، أمر كبير بالنسبة لي. الحمد لله مثل ما ذكرت الحدث كان كبير جدا. صحيح. وخاصة بمرور 25 سنة لتأسيس البطولة، خاصة البطولة اللي نحن نسابق فيها. صحيح. فكان البطولات المتواجدة في سباقات التحمل والجي تي 3 من جميع أنحاء العالم من أمريكا إلى الصين. صحيح. بكل صراحة فحفلة التتويج كان شيء لأول مرة أني أنا أشارك في حفلة مثل كذا، وخاصة بوجود باريس وأيضا بوجود سائقين كبار في عالم الحلبات أن نكون معاهم، وأيضا أن نكون كفريق عمان للسيارات فزنا بلقب الفرق، فهذا كان ما بس إنجاز الحمد لله كان إنجازين بنفس الوقت، وتحس بكل صراحة تحس أن الناس اللي متابعين البرنامج والناس اللي موجودين فرحانين بوجود سائق عربي وفريق عربي، لأن هم عارفين بالضبط نحن من وين جايين في هاي، خاصة في هاي الرياضة ورياضة المحركات أيضا ورياضة الحلبات، أن وصلنا في خلال 10 سنوات لهذه المرحلة. إن شاء الله يعني هذا ما بيكون آخر مرة بيكون في حفلة تتويج، بس نتكلم عن أيضا يعني الفرق الثانية والبطولات الموجودة هاي من أصعب البطولات. صحيح. نتكلم نرجع للمونزا بس نتكلم عن حلبة إيطاليا، يعني سعيد الفرق ما بين المركز الأول في التأهيلات واللي كان في المركز 33 كان أقل من ثانية في التأهيلات، وهذا يبين لك صعوبة السباق صعوبة أيضا حتى الحلبة. الحمد لله بالضبط، ونفس الوقت من ناحية الفرق المشاركة ما مثل أيام زمان كنا في سباقات البورش وين جميع سيارات كان في فوارق كبيرة فيها جميع الماركات وجميع الشركات تنافس لهذه البطولة، والحمد لله يعني نحن أثبتنا سرعتنا، كنا نتأهل في المراكز 10 الأوائل في الترتيب العام ما بس في الفئة مالنا، فالحمد لله يعني هذا 2017 قدرنا أن من ناحية أدائي كسائق
الاستراتيجية تغيرت بالفعل. يعني من ناحية كنا في العام الماضي 3 سائقين في سباقات 3 ساعات، بس غيرنا الفورمولا إلى أن أنا أكون في السيارة لمدة 2 ساعة، ونستغل قوانين البطولة أني أنا أقدر أكمل هاي 2 ساعة. وبعدين سائقنا جوني آدم أيضا كان موجود، وهو اللي بكل صراحة من شركة أستون مارتن اللي أتعلم من عنده كثير، فالحمد لله أدائي تحسن واجد في السيارة. جميل. أنا ما أعرف يعني يمكن فرحة الانتصار. طبعا راح نتابع وياكم مشاهدينا الكرام بعض صور للتتويج في الجولة الأخيرة بالنسبة لأحمد وفوزه بالمركز الأول في هذا السباق. وأريد تعليقك أحمد، يعني مثل ما كنا نذكر مع أنس، غير لما تكون على الحلبة وغير لما تكون تتابع المشهد، بالنسبة لك أمر مختلف. خلنا نتابع وياكم مشاهدينا الكرام هذه بعض الصور الحين ظهورها، بنعود لها إن شاء الله هذه الصور. لكن أحمد أريد أشدد على نقطة معينة في كل حوار، في كل لقاء مع أحمد، في كل مرة أحمد يظهر إعلاميا يشدد على نقطة، وهي مسألة العمل الجماعي. نعم. مسألة العمل الجماعي مع الفريق الفني، من فريق الصيانة، السائقين، الرعاة، الداعمين. أكيد. أحمد دائما يشدد على هذه النقطة، ما ينسب فقط الإنجاز لأحمد، وبالتالي الشعور بالعمل الجماعي وأهمية العمل الجماعي متواجد لدى أحمد حتى هذه اللحظة. أكيد. يعني وجود الشركات الداعمة وعلى رأسهم وزارة الشؤون الرياضية، بدونهم وبدون وقوف الأهل معي مستحيل أن نحن نكون في هذه المرحلة من اللي وصلنا له. وأيضا من خلف الكواليس الفريق، يعني نتكلم عن بضع ثواني، الصور اللي تشوفها حاليا من سباق مونزا في إيطاليا، يعني الفريق الفني اللي عند الصيانة مثلا، إذا هذا الشخص يتأخر أقل من ثانية، صعب جدا ان نحن كسائقين نعوض هاي الفرق على الحلبة. صحيح. وايضا نحن يعني نتكلم عن لما عرفنا ان فزنا و الفرحة كانت الحمد لله هاي على منصة التتويج في حلبة مونزا، ومونزا ايطالية، فدائما نشوف سيارات الفراري على يمينا وعلى يسارنا على الثاني والثالث، فالحمد لله شركة أستون مارتن شركة بريطانية قدرنا ان نكون الاول في هاي السباق. هاي مرحلة من الحلبة سريعة جدا أثناء الشيكين اللي تشوفها حاليا، معروفة يعني أي واحد يلعب مونزا على البلاي ستيشن أو على الأكس بوكس يعرف هاي الحلبة من سرعة الحلبة. بس نحن كسائقين يعني نتكلم عن مثلا الوقود، مثل ما تشوف الحين تغيير الإطارات على الصورة، هاي تغيير الإطارات تقريبا أقل من 21 ثانية لجميع الإطارات، بس هذا ما مثل سباقات الفورمولا 1 وين يكون عندك تقريبا 5 أشخاص على إطار. نحن نتكلم عن شخصين يتحولوا حول السيارة في خلال 21 ثانية. نتكلم عن الوقود، هاي الصورة مهمة جدا، لأن هاي أول مرة نحن نشارك في السباقات المصاحبة لليمون ونفوز فيها. السباقين اللي نحن شاركنا فيها اسمها بطولة رود تو ليمون، هاي مثل تأهيلات، يوم من الأيام نقدر نسابق في سباق 24 ساعة، بس دخلنا في هاي البرنامج كان مختلف من برنامج البلانك بان وفزنا فيها الحمد لله. هاي أثناء ما قبل ما أدخل السيارة التجهيزات، هذه اللحظات الخاصة بالنسبة للسائق. نعم دائما تكون لحظات خاصة وتهيئة مختلفة بالنسبة لك. ونحن متعودين على هذا على هاي الإحساس الغريب مثل ما الناس يسموه، بس من ناحية نتكلم عن الوقود مثلا، الناس ما يعرفوا أن تقريبا 115 لتر تدخل في السيارة في أقل من 50 ثانية. نتكلم عن تغيير السائقين، ونتكلم عن تغيير السائقين مع جميع السلامة أيضا في أقل من 25 ثانية، فهي الثواني نتكلم عنها، والسباق مدته 3 ساعات أو 6 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة. والفارق يكون الفرق على نفس اللفة ما بين المركز الأول والمركز الثاني، فهي مستوى التحديات اللي نحن نسابق فيها حاليا، كمعروفة كبطولة أوروبية، بس معروفة كبطولة يعني من أقوى البطولات العالمية. جميل. أحمد أيضا أريد أسألك عن زميلك جوني آدمز، يعني أكيد التكامل ما بينكم أنتم كسائقين ودخولكم الحلبة، التعامل مع الأوقات المناسبة لكل سائق، هذا أكيد كان له دور بارز في سواء كان بروز أحمد وفوزه بهذه السباقات أو حتى الجول في النهاية تكملوا بعض كفريق واحد. أكيد. اللي أنا أتعلم من جوني آدم الحين أثناء 2017 أصبح من
السائقين اللي فازوا في سباق الليمون ال 24 ساعة مع شركة أستون مارتن، فأصبح يعني معروف جدا من يعني قوته في السيارة. بس هذا كان شيء معروف لنا من زمان، ونحن كنا نتعلم من أحسن السائقين مع شركة أستون مارتن. ما حد ساق الفانتج جي تي 3 اللي نحن نسابق فيها مثل ما جوني ساقها، هو كان من أول الناس اللي يسوقها، والحين السنة القادمة بتكون آخر سنة لهاي السيارة بعد ما نشوف سيارة جديدة إن شاء الله في السباقات. نعم، فاللي تعلمت من عند جوني مهم جدا. وأيضا نحن في سباق الـ 24 ساعة في بلجيكا أكثر من 65 سيارة، جوني كان اللي ساق السيارة أكثر واحد فينا كسائقين، هذا شيء طبيعي لأنه هو أسرع واحد فينا، وأيضا من ناحية القوانين مسموح. بس في ساعة تقريبا قبل دخولنا الساعة 23 من الـ 24 ساعة طلع على الراديو ويتكلم معنا كفريق ويسأل، يقول أنه هو خلاص تعب إلى مرحلة ما يقدر يكمل السباق، ففي التغيير الجاي كان مفروض هو يكمل السباق، بس طلب من عندي أني أنا أدخل في السيارة، وهذا ما كنا متوقعين كسائق. أنا خلصت يعني الروتين مالي والفترة مالي، وأنا خلاص الحمد لله كنت مرتاح من ناحية أني ما بدخل السيارة والضغوطات، بس في آخر عشر دقائق من الساعة كلموني وقالوا لي أحمد جهز نفسك كن بترجع في السيارة. بس الإحساس اللي يعني لما تدخل في السيارة ويكون آخر ساعة من 24، الضغط يعني كبير جدا، لأنك أنت تعرف نحن سابقنا أشياء بسيطة في سباقات السيارة تقدر تصير للسائق أو للسيارة. فدخلت السيارة وكملنا السباق وقضينا علم انتهاء السباق، أيضا بأن كنا على منصة التتويج لأول مرة في سباق صعب كبير مثل 24 ساعة، فهذا بروحه كان إنجاز. بس بعدين صاحب الفريق طلع في الراديو ويقول أحمد مبروك على منصة التتويج على المركز الثاني، بس نبغى نبشرك أنك حصلت البطولة خلاص، يعني من ناحية النقاط الفارق كبير، والبطولة بطولتك وبطولة البطولة فريق عمال السيارات. فهذا الشعور وأنا في السيارة شيء صعب الواحد يتكلم عنه بكل صراحة، بس كان شعور والحمد لله أني كنت في السيارة. وهذا العمل ما بقوليد صرفة، أنه مكان عمل لعشر سنوات، وبالتالي أكيد الحين اختلف أحمد من خلال هذه السنوات كلها. أنا أريد أتابع أيضا بعض التغريدات اللي خرجت بعد تتويجك بهذه البطولة. خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتابع التغريدة الأولى بعد تتويج أحمد طبعا بلقب بطولة بلاك بان الأوروبية اللي التحمل. طبعا هذه التغريدة خاصة فيك بعد تتويجك بالمركز الأول، شكرك وأيضا الفرحة الكبيرة اللي غمرتك بعد التتويج. أيضا هناك تغريدات أخرى باركت لك بمناسبة الفوز، طبعا وزارة الشؤون الرياضية كانت معك أيضا، وقفت معك طوال المشوار الماضي. هذه الصورة واستقبالك أيضا في المطار أعتقد. نعم الحمد لله كان سعادة الشيخ رشاد الهنائي موجود معنا في المطار، وبكل صراحة الوزارة الشؤون الرياضية وقفوا معي من أول ما بدينا هالمشوار والبرنامج، وأيضا جميع الرعاة كانوا متواجدين أثناء ما نزلنا من باريس، لأن الكاس ما بس الكاس حالي بكل صراحة، صحيح. الكاس لنا جميعا كعمانيين وجميع المتابعين، والحفلة بدت قبل الحمد لله الطيارة مع الطيران، أكيد الطيران العماني من الرعاة، ونفس الوقت يعني كانوا طلعنا من باريس وكان في يعني حفل على الطيارة والكابتن شوية تحمس ووصلنا مسقط بدري ما شاء الله الحمد لله يحتاجنا تعمل كل مرة حفل عشان يتحمس الطيارة. هذا التهنئة من بنك الحمد لله هذا على بوابة المبنى اللي كانت الحفلة فيها في باريس، وأكيد يعني على طول ما شاء الله عليهم الشركات الداعمة كانوا بكل صراحة واقفين معي في هالمشوار، وقفة قوية جدا، ومثل ما ذكرت التهنئة من أول ما حصلنا على الكاس، وما بس الشركات الداعمة بكل صراحة من جميع المتابعين وأيضا اللي ما يتابعوا الرياضة، يعني نحن كلنا كعمانيين وكخليجيين وكعرب نفتخر في هاي في الإنجاز، مثل ما ذكرت قبل في البرنامج يعني الإذاعات في جميع أنحاء العالم كانوا على طول معنا، إذاعات عالمية كانت معك مباشرة. أيوة الاهتمام موجود، وأيضا إن شاء الله يعني كسباقات الحلبات هذا شيء كبير، فإن شاء الله يعني بيكون في استمرارية منا كأنا كأحمد الحافي كسائق عماني وأيضا كشباب قادمين. عشان نختم بس في هذه النقطة، أنت يمكن ذكرت هذا الأمر،
انتقال أحمد من إلى العالمية وبعد 10 سنوات، إيش المختلف بالنسبة لك وكيف تفكيرك للمستقبل بعد كل ما جرى حاليا؟ الحماس لسه موجود بعد 10 سنوات الحمد لله، بس الانتقال كان يعني من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ما بغينا يعني نتقدم واجد في المراحل، كل خطوة ندرس بالضبط البرنامج اللي نحن بنسابق فيها، ونحن عارفين من ما بدينا المشوار أن في بداية جولتي كعشر سنوات سباقات الفورمولا، سباقات الصغيرة، بعدين انتقلنا سباقات البورش اللي تعلمنا واجد من أصعب سباقات وأصعب السيارات كسواقة، من هناك سباقات التحمل. فالحين الحمد لله نحن في أكبر وأصعب بطولة أوروبية بس عالمية حالياً، وإن شاء الله يعني نحن ندرس البرنامج للسنة القادمة. جميل. بس مثل ما درسنا كل برنامج قبل 10 سنوات ما بيكون في أي تغيير، لأن نحن فزنا ببطولة وننسى عن الاهتمام اللي مفروض يروح لكل بطولة نحن نسابق فيها. فإن شاء الله يعني يكون مشوار إن شاء الله يكون في 10 سنوات قادمة إن شاء الله. وقبل بداية البرنامج إن شاء الله نتمنى أن حتى نتحدث فيه قبل حتى انطلاقه في السباقات. الشكر لك أحمد على وجودك لهذا اليوم، مشرفنا بشكل دائم في السباقات، وفخورين فيك وفخورين أيضا بإنجازاتك الكبيرة الحمد لله. وإن شاء الله تستمر في هذا العطاء، لأنك أصبحت علامة عالمية حاليا، يظل لك اسم عالمي في سباقات الله يخليك السيارات، ونتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. إن شاء الله، ومشكورين على هاي الاستضافة، ما قصرتم. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. إذا كان معنا البطل العالمي أحمد الحارثي، بطل الذي توج بسباقات بلاك بيلت الأوروبية للتحمل. سنتوقف وياكم مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير، وبعد الفاصل سنستكمل ما تبقى مش فقرات برنامج الحدث. مواجهة كبيرة سواء في أرضية الملعب أو حتى في المدرجات. رأسية براسية، والبادي أظلم هكذا. الله 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 الله، ثلاثي الخطر الآن. صراحة نشوف مواهب كهذه، محتاجين نشوف قرارات كهذه. والله على باك وورد، والله على هدف الجولة، والله على هدف الجولة، والله على هدف الأسبوع. حطها حط، وأقول حطها حط، شوف اللعبة. صورة ما أجملها وصورة ما أروعها، هنا في المدرجات، هنا في أرضية الملعب. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، سننتقل وياكم إلى أبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع ضيفنا الدائم ورفيقنا في هذه الفقرة وليد الخفيف. أهلا وسهلا بك وليد، حياك الله. تغريدات جديدة سواء كان محليا وحتى عربيا سنتابعها إن شاء الله. إذا التغريدة الأولى مشاهدين الكرام من وزارة الشؤون الرياضية، حيث أقيم اليوم تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي مراسم توقيع عقدين استثماريين لنادي صور. تعليقك على هذه أعتقد أنه أمر جيد جدا في ظل الأزمات اللي الأندية بتعيشها، ما فيش وسيلة أو فرصة غير الاستثمارات. نادي العروبة نجح في تنفيذ مشروع الاستثماري، وجاره صور النهاردة وقع وصول النادي إلى موازنة تغادر أو تتجاوز 300,000، أمر جيد جدا بالفعل. حيقدر من خلاله يصرف على كل أنشطته وفعالياته. جميل، نحن نتمنى كل توفيق إن شاء الله لنادي صور. نادي السويق الرياضي وضع تغريدة حول ما قاله بيلاتشي بعد المباراة. بيلاتشي يعرف كيف يسير الأمور مع نادي السويق حتى الآن، ولكن بيلاتشي أخطأ في السيناريو الأخير من المباراة، من أول الدقيقة 80 كما أسلف في تصريحه، وأكد بأنه هو اعتقد أن المباراة انتهت، ولكن صحار قدر بأنه يعود ثاني ويحرز هدفين، وكاد أن يحرز الهدف الثالث، هدف التعادل. صحيح، بالرغم من السويق أحرز 3 أهداف، إلا أنه صحار لم يكن سيء في هذه المباراة. صحاف الشوط الثاني كان فرصه جيده، قدر يصنع فرص، قدر يصل الى المناطق اللي الحرجه في السويق، واعتقد ان صحار سيكون افضل في الدور الثاني لو استمر على هذا النحو. واحد نجح السويق خلاص، يعني اموره محسومه، هو بطل الشتاء، بطل الدور. صحيح. الاول، كل الامور ميسره له انه يكون ان يذهب بعيدا يعني. بالفعل احنا ناجحين بالامس، كان ايضا نادي المضيبي الذي مثل ما ذكر في هذه التغريدة، المضيبي رجال قول وفعل، ألف مبروك لجميع عشاق هذا الكيان، أيضا مبارك لهم. وسننتقل من المحلي إلى العالمي،
مع تغريدات أخرى، هذه المرة مع برشلونة في مقابلة مع وسائل الإعلام في بروكسل، تحدث رئيس الليغا تيباس وقال في الليغا هناك 380 مباراة طوال الموسم، نحن ندرس أن نلعب مباراتين خارج إسبانيا، ولكن لن تكون لكلاسيكو الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون المكان الأكثر احتمالا المباراة الأولى. طبعا أمر تسويقي بحت. سنتقل للتغريدة التي تليها، تغريدتين تتحدث عن ليستر سيتي، فاز بالأمس بهدفين مقابل هدف على توتنهام، 3 نقاط للثعالب. وتغريدة أخرى تتحدث عن الأرقام التي تحققت لرياض محرز، 153 مباراة، 39 هدف، 30 أسيست. بغض النظر عن نتيجة المباراة لا تهمنا بشكل كبير، ولكن يهمنا رياض محرز. بالتأكيد يعني هو أحرز امبارح هدف ثاني، كان هدف رائع جدا، وجوده مع ليستر سيتي أسهم كثير في الحصول على اللقب النسخة قبل الماضية، كمان له مساهمات كثيرة مع منتخب بلاده، فأعتقد أنه يعني لاعب وصل للحدود العالمية، كان مطلوب لأكثر من نادي، كان أولهم نادي برشلونة، لكن ليستر سيتي تمسك به رغم انه ابتعد فتره عن مستواه المعهود في بدايه هذا الموسم، الا انه قادر على العوده مجددا، لانه كان مشغول كثير بالانتقالات وكان يتمنى الانتقال للدوري الاسباني. جميل. بما انك ذكرت الدوري الاسباني، سننتقل وياكم الى ريال مدريد. باللغه العربيه كاليرور مدرب بوينا لابرادا في كاس اسبانيا، فريق يقدم مباراه عظيمه اليوم، تقدم بهدف مقابل لا شيء، كنا نسجل الثاني ثم اتى جارث بيل. وفي التغريده التي تليها ريال مدريد أيضا يقول جارث بيل عبر تويتر: سعيد حقا بالعودة وأسعد أكثر بالوصول للمرحلة القادمة. هم يتحدثون عن جارث بيل، ولكن الناس تتحدث عن التعادل. هو أداء مخيب عموما للفريق الملكي، وكاد أن تحدث مفاجأة أو فضيحة للفريق الملكي ويخرج من الدور الأول أو دور 32. استقبلت شباكه هدف، والعرضة تلقت رأسية قوية من كيتا، كان ممكن تكون 2-0، كانت الأمور هتتصعب كثير. والنزول جارث بيل الاسيست بتاعه قدر انه يحرز، قدر ان الريال يقلص الفرق ويجيب الهدف الاول. ولكن عموما المباراه اعتقد زيدان انها سهله، ولكن كان التشكيله بتاعته اللي غلب عليها طبع الشباب والرديف والكلام ده ما قدرتش انها تثبت جدارتها امام فريق من دور الدرجه الثانيه. جميل. مورسيا هل سيوقف برشلونه بحكم ان التغريده ايضا تتحدث عن برشلونه، يقول جاهزون لمباراه كاس الملك اليوم ضد مورسيا؟ نفس الظروف النهارده برشلونه هيلعب بالصف الثاني، يعني ليونيل ميسي هيغيب ونيستيا وراكيتش، كثير من الاسامي الكبيره هتغيب، ولكن البارسا كان حاسمها في الدور الذهاب ب 3-0، فاعتقد بان المباراه في الكامب نو برضك هتكون صعبه على. جميل. شكرا لك وليد، يعطيك العافيه. اليوم حوار سريع بحكم توقيت البرنامج، شكرا لك. وان شاء الله بكره تغريدات مختلفه باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك. سننتقل لكم مشاهدين الكرام الى فقره قصه نجم، والتي سنتحدث عن النجمه المغربيه نوال المتوكل، والتي فرضت نفسها في مسابقات العاب القوى لتبقى خالده في ذاكره الرياضه العالميه. نوال المتوكل العداءة المغربية التي اعتبرت أول امرأة عربية تفوز بأول سباق 400 متر حواجز للسيدات في دورات الألعاب الأولمبية، وهي أول مغربية تحرز ميدالية أولمبية ذهبية، وأول امرأة تشغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية لدورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012، كما حصلت على العديد من الجوائز في مشوارها الرياضي. نوال المتوكل انضمت لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية في عام 98، وفي عام 2007 تم ترشيحها لمنصب وزيرة الشباب والرياضة بالحكومة المغربية، فهذا لم يأتي عبثا، بل كان بعدما قدمته للرياضة في هذا المجال. اليوم متعلقة بانسحابها المنتخب الهندي من كأس العالم 1950 والتي أقيمت فيها البرازيل، دعونا نتعرف على سبب الانسحاب الذي أدهش العالم بأكمله. في كأس العالم 1950 بالبرازيل، كان المنتخب الهندي هو الممثل الوحيد لقارة آسيا في المونديال، ولكن هذه المشاركة لم تكتمل لانسحاب المنتخب الهندي من البطولة بسبب رفض الفيفا طلب الفريق الهندي اللعب دون أحذية، وهو ما اعتادوا عليه في بلادهم، لذا لم يسمح لهم باللعب في المونديال. ليندهش العالم من سبب رفض المشاركة، ما جعل من هذا الانسحاب نقطة سوداء في تاريخ الكرة الهندية. لا
مع المنتخب الهندي وسبب الانسحاب من كأس العالم، نصل وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث. شاكرين لكم كرام المتابعة خلال هذه الساعة، ونلقى مجددا إن شاء الله في يوم الغد عند تمام الساعة 3. تقبلوا تحيات فريق العمل، في أمان الله.